أيتها الأخوات، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بأطيب تحياتي لكم جميعا ولشعبنا الفلسطيني في كل مكان، ونحن نعقد المؤتمر السادس لحركة فتح هنا في هذه المدينة المقدسة بيت لحم، مهد سيدنا المسيح عليه السلام وهمزة الوصل الروحي والحضاري والتاريخي بين عاصمتنا الأبدية القدس ومستقر الأنبياء في خليل الرحمن. أرحب بكم، وقبل كل شيء أوجه معكم التحية وأشد على أيدي أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قطاع غزة. الذين منعهم الإنقلابيون من القدوم إلى الشق الآخر من وطنهم لحضور مؤتمرنا هذا، وأقول لهم وهم الصامدون في وجه القمع والتعسف، وبخاصة أن عددا كبيرا منهم يقبعون في سجون حماس، نقول لهم إنكم معنا في كل لحظة. غابت أجسادكم، عقولكم وقلوبكم معنا، وعقولنا وقلوبنا معكم. اطمئنوا، الوطن سيبقى موحدا رغم أنف الجميع. لقد أصر أبناء فتح في جميع مواقعهم على أن يعقد هذا المؤتمر في مكانه وزمانه، لأن فتح مفجرة وقائدة الثورة وحامية المشروع الوطني الفلسطيني ترفض أن يرتهن قرارها للإنقلابيين، ولأن فتح التي تؤكد على أولوية إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات لن تسمح للظلاميين بأن يواصلوا نهجهم التخريبي الذي يستهدف أساساً ضرب المشروع الوطني الفلسطيني. وأتوجه أيضاً بالتحية لضيوفنا الأعزاء من الأشقاء والأصدقاء الذين يحضرون مؤتمرنا هذا، فمشاركتهم في التعبير عن تضامن أحزابهم وحركاتهم ودولهم وشعوبهم مع حركة فتح وما تمثله ومع النضال العادل للشعب الفلسطيني وأهدافه في الحرية والاستقلال، ومع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. المنظمة التي حاولوا أن يغيبوها، التي حاولوا أن يمحوها من الذاكرة، التي حاولوا أن ينهوها، لن تنتهي. منظمة التحرير هي بيتنا المعنوي، هي وطننا المعنوي إلى أن يتجسد هذا الوطن على أرض فلسطين. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، ها هو شمل حركتنا يلتئم رغم الجراح بعد سنوات طويلة مرت على انعقاد مؤتمرنا الخامس. شهدت العديد من الأحداث والتحديات والمخاطر تم تجاوزها بتوفيق من الله عز وجل وبفضل الإرادة والتصميم. استطاعت فتح قيادة المشروع الوطني من البداية بجدارة لتواصل دورها تحت راية منظمة التحرير حتى تؤسس دولتنا الفلسطينية المستقلة. عقود من الزمن مرت منذ الانطلاقة، قدمنا خلالها آلاف الشهداء ومئات الألوف من الجرحى والمعاقين والأسرى على درب الحرية والاستقلال.
إن مجرد صمود الحركة الوطنية الفلسطينية واستمرارها بعد كل ما أحاط بها من مخاطر ومؤامرات شطب وتصفية وحروب هو شيء أقرب إلى المعجزة، غير أنه بعدالة قضيتنا وبتضحيات شعبنا وبوعي قيادتنا تمكنا من الثبات على أهدافنا وكفاحنا، ونحن اليوم على يقين من حتمية الانتصار، لأن من ثار وصمد وبنى وأبدع رغم دوائر النار المحيطة به في كل يوم من أيام حياته هو جدير بالنصر، حتى لو بدا هذا النصر في ساعات الشدة بعيداً.